ربي يا ربي انا ويدخل السجارة زي ده يا ربي مش معقول. شو صار؟ ما جيت كل عندي بهالوقت مش بلا شيء. شو بتصير؟ ليش انت سمعت شيء تخطي؟ هلا تحت الراديو كان على اخر الاخبار بيقولوا ان في سياره تحصل. وين؟ عرفتوا وين؟ عرفتوا اي سياره؟ شو بيكون عم تطلعوا معكم؟ خبروني قولوني الحقيقه. اكيد السياره اللي عم تطلعوا معكم. اكيد قولي طيارات لهم طيارات عم تسافر لك يا شيخ، ضروري تكون الطيارة زيتا اللي مسافر فيها جو. وبعدين حسابي هي الطيارة ماشي مثلا سريت الركاب من يعني عمول سريت هو مسافر هو مسافر ولا العظيم هو مسافر. طول بالك يا اخي، خلينا نستعلم الاول من شركة الطيارة. وين التليفون عندكم؟ انا قلت اولى ورحدة الاولى اللي ما عنده حظ. يا رب ترجعينا هذا اليك. يا ربي يا ربي كنت خيرك يا ربي كنت خيرك. عشان عم تستكت ربي خير ولا لا؟ انا جاوب لي انا ليش مع السفر؟ كيف بدي سافر؟ كيف بدي سافر معي شهادة صحية؟ بدي شهادة صحية دولية؟ سامحك ما هذه شادي بيجوا قبل بيوم يومين. ايه ليش ما تقولش حضرتك؟ قال لك يا حبيبي انا خمنت. ما هو طيب وين كنت لحتى لا تنصب على البيت؟ ما هو سبب هالشهاده الصحيه حتى يستعجلوا لي فيها، عملت مشكل انا ومأمور الدائره هونيك. صحت علي البنك. ايه؟ ولو كان عبود كل هالقد مستهتر بالقانون؟ طالع بالسيارة وشاكك فردك عجبنا؟ صاري شو بعمل؟ ودكتوني بالنظارة خلوني لهلا لما يجوني ساكت ما تصلي مثل مش طلعوني. فإذا بدل ما تزعل لازم ترجع وتبوس الأرض وتشكر ربك ألف مرة. أنت عرفت شو صار بالسيارة اللي كنت بدك تسافر فيها؟ إيه؟ بس شو صار؟ كله شو صار؟ حضرتك شو صار؟ بشرف نيتك طيبة فيها. نيتك طيبة؟ يعني لو أنا سافرت بالطيارة كنت رحت مع اللي راحوا؟ قلت لك نيتك طيبة يا عبود. أنا نيتي طيبة؟ لا. انت نيتك طيبة خلي بنت. انت خل خلي. يا جواز سفر خلي بنت. جواز سفر؟ يا سيدي يا رب. وشو جابوا جواز سفر ولا جايك؟ انا ست الملحم لقيت اللي كنت عندكم. ايه. اخذته حطي لي عرق السفر ابو ملحم واحتفظ بالالتزام لحين. يا ربي. يا ربي انا كيف بتعمل هيك يا عبود؟ لا لا الحمد لله منيح اللي صار هيك. ولا جارنا ابو ملحم ما بيستاهل. ايه ابو ملحم ما بيستاهل.